حكى علي خلينا شلون كذي؟ تذكري يبا لما سافرنا بلغاريا صار بامي؟ اي اذكر يوم قرب الكلب يمها؟ ذكرها امي. حبيبي حبيبي انا وحده اخاف من الحيوانات، عندي فوبيا عادي ما يضحك. ماشي الحين ضحكتها وخلصتها، الحين بضحككم على ابوكم. اوف ها عيسى شلون؟ يوسف اصعد داري، راح تلقى بالكبت اللي في جناطي سي دي مكتوب عليه سفرة تركيا، روح يبه بسرعة. اقعد يبه اقعد يوسف روح يبه بسرعة. شاطر شاطر يما حرام لا تضحكون على ابوي. تعال انت على طول بصف ابوك، بنت ابوك دايما. عيسى مو ملاحظ شغلة؟ شنو؟ يعني العادة هذه مو أجواءنا، يعني إحنا كلنا نجرى وهواش، إيش صاير اليوم؟ ذكري الله يا بنت الحلال ذكري الله، شنو تنظرين عمرك أنتي؟ بعدين اللي المفروض يستغرب بطلعة هذه كلها أنا، أنتي ولا مرة بحياتك عطيتي واحد من اليهالوي، إيش معنى اليوم؟ شفت بلشنا، تبي التهاوش ها؟ لا عيل إيش تبي؟ أبي قهوة. أي ماشي حاضر أسوي لك. يا يوسف يلا بسرعة القهوة أول. إي القهوة مع السي دي عشان نضحك. أقول الحين يوسف بيب السي دي، ما تضحكين علي؟ إيه ما راح أضحك والله ما راح أضحك. ما راح تضحكين علي؟ راح أضحك بس من داخل. يعني بتضحكين؟ راح أضحك شوي. يا وعد جوازي؟ أكيد ماشي وهذه القهوة علشان تصحصح عدل وانت تشوف طيحتك. بالعافية. يعافيك. بعد اشوفك تضحكين. شنو هذا يما؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذا جواز. جوازي شو يسوي بجنطتك؟ قولي. وانا ايش دراني يوسف؟ يمكن. يمكن شنو؟ قولي يما يمكن شنو؟ يمكن ما تبين أحقق حلمي؟ ما تبين أروح يا ربعي؟ ما تبين أرفع اسم ديرتي؟ شفيتش يما؟ كل ربعي أهلهم رضا إلا أنت ما تبي تفرحين فيني، ليش؟ الله يسامحك يا يما. يوسف يوسف أنت ليش سويتي كذي؟ ليش؟ سانستي الحين؟ ارتحتي؟ خليتي ولدك ما يروح البطولة؟ في أم بالدنيا ما تفرح لما ولدها يكون مستانس ورافع راسها؟ أنا بعرف شغلة، أنت شنو هالقلب اللي عندك تشوفين ولدك متضايق وما حرك فيك ولا شيء؟ أنا بعرف شغلة واحدة بس، منو اللي سماك حنان؟ اللي سماك حنان ما يدري إن ما فيك قطرة من الحنان. يوسف ما عليك ما عليك هدي ما يخالف يبا تكفى خلوني بروحي. ما عليك الحين اسمعني بحاجك شوي. ما عليك يبا تكفى خلاص خلوني بروحي يبا خلاص خلوه بروحه.